لكن خليني أسألك بشكل واضح الآن، وجود هذه الطائرات التي تستخدمها أوكرانيا إلى أي مدى يمكن أن يورط تركيا في مواجهة مع روسيا؟ يعني هل في الآن شعور بإرادة الانتقام والثأر من تركيا لأنها دعمت أوكرانيا بهذه الطائرات في روسيا؟ يعني إذا كانت روسيا تفكر بهذه الطريقة فهذا سخف، يعني من السخف السياسي والسخف بالتفكير ربما كعادتها روسيا. ولكن أوكرانيا منذ سنوات اشترت هذه الطائرات، على الأقل منذ 3 سنوات على الأقل، يعني لم يكن هناك لا حرب ولا شيء، وبالتالي من اعتدى هي روسيا. يعني هل أوكرانيا اشترت هذه الطائرات؟ للحديث لروسيا الآن لمن يسمعنا من الروس ويعرفون اللغة العربية، هل أوكرانيا اشترت هذه الطائرات؟ يعني عندما تندلع أي حرب ضدها سوف تبقيها في المهاجع وفي المطارات؟ كلا، بطبيعة الحال ستستخدم هذه الطائرات، وفليتحمل الجنود الروس يعني قوة هذه الطائرات كما قال قائد الجيش الأوكراني متوجها للجنود الروس عندما نشر مقطعا لما قامت به طائرة بايراكتار وعلق متوجها بحديثه للجنود الروس أهلا بكم في جهنم. وبالتالي لا أعتقد أن بس حيمرؤوها الروس لتركيا هذه المسألة يا أستاذ حمزة؟ يا هذا الذي أريد أن أكمل به كنت، لا يحق لروسيا اليوم أن تنزعج من تركيا، يعني هذا سلاح اشترته أوكرانيا ويحق لها أن تستخدمه بكل تأكيد، حتى أن الروس يعني خبروا هذا السلاح، يعني هم من المفترض بهم أن لا يتفاجأوا من نتائج بايراكتار في أوكرانيا، يعني خبروا هذا السلاح في سوريا ورأينا ما فعلت طائرات بايراكتار بالمنظومات الدفاعية الجوية الروسية في إدلب، يعني سحقتها سحق، ورأينا نفس الفاعلية في قارباغ الإقليم الأذري الذي كانت تحتله أرمينيا، رأينا هذه الفاعلية أيضا وبشكل كبير جدا وواسع في ليبيا. وبالتالي من المفترض على الروس، على الخبراء العسكريين، على القادة العسكريين في روسيا أن لا يتفاجأوا من يعني تأثير بايراكتار في هذه المعركة الجديدة، وإذا تفاجأوا يعني يكون لديهم مشكلة ب المتابعة العسكرية والتخطيط العسكري والاستخباراتي، وهذا ما تعانيه روسيا بشكل واضح. يعني إذا حسب ما نقرأ ونتابع على الميدان أو في الميدان العسكري هناك فشل بالتخطيط الروسي واضح بالقضية الأوكرانية. جميل أستاذ حمزة، خليك معي لو تكرمت، خليك معي سويعات قليلة ولكنه فشل. جميل.